قلب مفتوح وعقل مفتوح لكل السوريين الأحرار الذين يريدون أن يحاربوا الاستبداد والفساد والطائفية. ونريد لهذه الثورة أن تسير بعون الله لتحقيق أهدافها. هي دعوة لكل السوريين لأن يشاركوا بهذا المؤتمر، هي دعوة لكل صاحب مبادرة أن يتقاسم مع هذه المبادرة لنجد القواسم المشتركة في إيجاد هذا المؤتمر، وهي دعوة لكل الأجسام الثورية التي ولدت من رحم الثورة والتي استمرت في هذه المسيرة، دعوة للجميع لأن نتشارك في عقد هذا المؤتمر لنحقق أهداف ثورتنا الكريمة والمجيدة بإذن الله. إدارة مدنية ويتولى قيادة المناطق بكل مفاصلها المدنية، قلنا مدنية خدمات وغيرها، وفي الوقت ذاته تتولى الفصائل العسكرية والهيئة إدارة معظم هذه القطاعات. ظهر في الآونة الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن جميع الفصائل على الأرض في إدلب وفي المناطق المحرصة ستقوم بإنشاء جيش وطني وأنت بقيادته. هل وجودك هنا في هذه المبادرة يؤكد صحة هذه المقولة أم ماذا؟ أبداً، هناك إشاعات كثيرة خاصة يعني وقت كنت عسكري. هذا الأمر ما يعني المؤتمر هو من يحدد كيفية إدارة هذه المناطق. هل هو عبارة عن مجلس؟ هي عبارة عن حكومة؟ ما في شيء واضح إلى الآن. المجتمعين يجب أن تكون مبادرة حقيقة تخرج نابعة من الناس اللي هني حضروا المؤتمر حتى نستطيع تحقيق نجاحها. لذلك يعني المبادرة مشكورة، الأخوة اللي أطلقوا المبادرة مشكورين جدا، والناس الآن يجب كلها أن تقف خلفهم حتى إنجاح هذه المبادرة. من يحدد كل هذه الأمور هو الشخصيات الموجودة في المؤتمر، وطريقة إدارة هذه يعني الإدارة المستقبلية اللي بدها تحدد المناطق المحررة أو حتى يعني سوريا إن شاء الله. سؤال آخر، رأي شخصي، ما هي العوامل أو ماذا تنصح هذه المبادرة كي تكون ناجحة؟ طبعاً هذه يعني إن شاء الله تكون ناجحة لأنه دعت كل الفعاليات وكل الشخصيات السورية، دعت كل الفصائل، ما أفسد حدا أبدا. نتمنى الآن كله يوضع جهده، كله الآن يدفع فيها لحتى نجاحها. نتمنى كل الأشخاص اليوم اختيار الأشخاص يكونوا صادقين في تحقيق أهداف الثورة. الناس اللي خلفها هني أكيد راح ينجحوها، وعدم التبعي لأي أجندة أخرى راح ينجحها. يعني في هناك مواصفات للنجاح، وأتوقع الآن يعني هذه الأمور وضعت كلها بعين الاعتبار، إن شاء الله بنحقق ما أطلق، والمؤتمر هو بيحدد، يعني المؤتمر بده يحدد، بتوقع هو بيحدد النجاح أو الفشل، بتوقع إن شاء الله يكون في مرحلة نجاح الآن، لأنه الجميع بدأ يتحاور، الجميع بدأ يسمع للآخر، الجميع بدأ يعني يعترف بوجود الآخر والآخر مكمل له. نحن هذا الحوار وهذا التجاوب نحن بدنا نحطه نوصل لحالة إيجابية تكون هي وحدة حقيقية، والناس تضع إيدها بإيد واحد حتى نطلع بجسم واحد حتى نوصل هذه الصورة. هل هناك تمهيد أو أقول إما تأييد من العسكرة أو على الأقل على وجود تيار يصد هذه المبادرة؟